لان هذا ان شاء الله هنتكلم عن شابتر 3. كنا بدانا بشابتر 4 على اساس ان شابتر 3 5 الاثنين مرتبطين ببعض قوي. احنا فضلنا نبدا بشابتر 4 وبعدين نرجع ناخد شابتر 3 وبعدين ناخد بعد كده شابتر 4. واحد يقول لك لو تقريبا ما تكتبش اصلا في الكتاب، يعني ساعات بيبقى مثلا انا حاطط شابتر، الدكتور الثاني حاطط شابتر، الدكتور الثالث حاطط شابتر، فكل واحد بيبقى مسمي الشابتر برقم او مرقم برقم ومرقم الايكويشنز بنفس الترتيب بتاع الشابتر. ف يعني ساعات بيبقاش في وقت ان احنا نعيد ترتيب ونعيد تغيير الارقام، فده سبب الترتيب اللي هو مش يعني كل ترم زي ما انتم عارفين او كل سنه الدكاتره ساعات بتتغير. فده سبب احنا بنرتب بقى الترتيب اللي هو يمشي مع مخك او اللي يمشي مع المنطق. فهنرجع تاني لشابتر 3، ده بيتكلم عن لا خلاص يا شباب، بيتكلم على الستريت لاين والبلين بس في 3 دايمنشن. في 3 دايمنشن الستريت لاين والبلين في 3 دايمنشن. ده هيخدمنا ان شاء الله بعد كده لما نتكلم عن السيرفيسز الاسقف في اخر شابتر ان شاء الله. مطلوب مننا النهارده يا باشمهندسين ان احنا نعرف نكتب الايكويشن بتاعت الستريت لاين، ازاي نكتب معادله خط مستقيم بس في السبيس طبعا هو هتنفع، مش هنعيد دلوقتي في 3 دايمنشن. الايكويشن بتاعت الستريت لاين هنشوف ازاي هنكتبها، ودي مهمه جدا يعني، ده مفتاح الشغل او اساس المحاضره بتاعت النهارده، ازاي نكتب الايكويشن بتاعت الستريت لاين. ازاي نكتب الايكويشن بتاعت الستريت لاين. تاني حاجه بعد كده بعد ما نتمكن من كتابه الايكويشن هنجيب ازاي نحسب الانجل بين تو لاين، ازاي نحسب الزاويه بين خطين. ثم يا باشمهندسين الميوتشوال بوزيشن اوف تو لاين، الاوضاع المتبادله بين خطين، يعني الخطين ممكن يكونوا متوازيين، ممكن يكونوا متقاطعين، ممكن يكونوا متخالفين. هنعرف برضه ازاي نعرف حاله اي ستريت لاين تو ستريت لاينز عندنا انهي حاله من الحالات دي. بس هو ده اللي احنا هنعمله النهارده ان شاء الله. يعني انتوا وانتوا خارجين المحاضره لازم تبقى في مخك ان انت خدت الحاجات دي كلها. ازاي تكتب معدل خط؟ ازاي تجيب الزاويه بين خطين؟ ازاي تعرف حاله الخطين بالنسبه لبعضهم عاملين ايه؟ هل هم متوازيين ولا متقاطعين ولا متخالفين؟ ده اللي انت المفروض تكون طالع من المحاضره ان شاء الله النهارده عارفه. عشان انا يعني بحب دايما كل واحد يكون خارج المحاضره عارف خد ايه او ملخص في مخه هو خد ايه؟ ما تطلعش كده الدنيا سايحه بعد خاطر يلا خلاص. لا انا يعني انا دايما كنت بخارج عارف، بس انا كنت بحب اقول الكلام ده في اخر المحاضره، بس للاسف دلوقتي بيسرقني. يعني انا لما كان الوقت بستريح شويه او لما كان الناس تبقى هاديه شويه ما بنقعدش نوقف كتير عشان نسكت ناس او كده، فكان في الاخر بنقعد نلخص المحاضره. النهارده خدنا كذا وكذا وكذا وكذا، كنت خارج من المحاضره بعد ما عرفت التفاصيل ركزت بقى، حصل تركيز كانك رحت ذاكرت بحيث يبقى انت طالع عارف خدت ايه. انا لقيت ان في الاخر وقت بيسرقني فانا قلت اقولها في الاول. ازاي نكتب معادله خط مستقيم؟ ازاي نحسب الزاويه بين خطين؟ ازاي نعرف الاوضاع المتبادله بين خطين؟ يعني الخطين اللي عندنا حالتهم ايه بالنسبه لبعض؟ الميوتشوال بوزيشن يعني الاوضاع المتبادله بين الخطين، هل هم متوازيين ولا متقاطعين ولا متخالفين؟ تمام؟ من حسن الحظ يعني الكلام ده نزل في ثانوي، في جزء كبير جدا منه نزل في ثانويه عامه ثالثه ثانوي. فاللي عنده اخ او اخت في ثالثه ثانوي واتزنق في حاجه كده ممكن يروح يقعد معاه يقول له تعالى انا اشرح لك بس انت هتفهم مني. هو طبعا اكيد طبعا الناس المصريه ما شاء الله سواقين عندهم طاقه عاليه قوي وعندهم حماس كبير، غيرهم طبعا الحماس بتاعهم ما اعرفش ينزل ليه او معظم حماس وهبط يعني. فهناك بقى الناس مهتمه ومذاكر ومش بيسمع شرح مره واثنين وثلاثه ومركز قوي، وطبعا بيتقتل المسائل من الله يحمي المعاصر ده اللي بوظ التعليم. فبوظ التعليم فعلا يعني بيقعد يجيب افكار كتيره ويقعد يدوخك ويجيبك يمين وشمال لدرجه انك تنسى الموضوع اصلا كان بيتكلم عن ايه. تيجي تجيب له حته اساسيه كده تلاقي الطالب هو متعود على الحاجات في اللف والدوران والحوارات والموضوع اساسا نسي هو كان بيتكلم عن ايه. اللي عنده مشكله يروح يسال اخوه او اخته بتاع ثالثه ثانوي يقعد معاه كده يقرا ويقول له تعالى اشرح لك ويقول له كلمتين انجليزي في الاول كده يهددوا بيهم وبعدين ايه يسيبه هو يقول بقى. طيب هنتكلم عن اول حاجه مش مهندسين اللي هو الايكويشن اوف ستريت لاين، ازاي نكتب معدل خط مستقيم في الثري دايمنشن. بص يا باشمهندسين يبقى هنبدا باول جزء اللي هو الايكويشن.
طبعا قبل ما انسى الكلام ده يا باشمهندسين بيخدمنا في ايه او بيهمنا في ايه؟ احنا عرفنا طبعا بعض الابلكيشن الكونيك سيكشن في الطرق المخروطيه اللي احنا خدناها، وشفنا بقى الكباري اللي يكتب على شكل نص اليبس او فرابله، والكلام اللي انتم شفتيه ده شفتوه ده نفق هل العربيه تعدي منه ولا لا عشان يحسب ماكسيمم هايت، محرك الجزء بتاعه او الجسم بتاعه عباره عن فرابله او جزء من فرابله والكلام ده كله. الكلام ده يخدمنا ايه؟ الكلام ده هيخدمنا يا باشمهندسين ان احنا نعرف نحسب حاجات في 3 دايمنشن ما نقدرش نحسبها الا بنستعمل هذا الكلام. على سبيل المثال الفيكتور المتجهات، وانتم فاكرين حاجه تكون لسه في ايديكم المتجهات، انت دلوقتي بتعرف تحسب عزوم استخدام المتجهات في 3 دايمنشن، يعني انت عندك فورس كده وعندك بوينت، فبتعمل متجه ار وتضرب ار فورس اف. طب لو ما كانش عندك القصه دي كنت هتضطر تنزل بعد عمودي وتضرب الكور في المسافه العموديه، طب تحسب المسافه العموديه في السبيس ازاي ان شاء الله؟ يعني انت عندك نقطه في السبيس هنا وعندك القوه ماشيه هنا، ازاي هتنزل العمود وتحسب له مثلث وتقيس والمقاط؟ صعب جدا، صعب ان انت تشتغل تريجونومتري تحسب مثلثات عشان تحسب المواد، العزوم اساسا عباره عن القوه في البعد العمودي. تمام؟ فازاي اجيب البعد العمودي في 3 دايمنشن؟ فالناس رايحتك قال لك لا ما تجيبش البعد العمودي بقى ولا تشتغل تريجونومتري ولا حاجه، مش عايز تجيب الزاويه دي وتضرب الوتر في جال مقابله مش هينفع في 3 دايمنشن. فقال لك هنعملها لك بالضرب القياسي اللي هو ار كروس اف، واثبتوا لك ان الكلام ده هيدي لك القوه في البعد العمودي، لان الضرب القياسي بتديك ساين ثيتا وساين ثيتا بتديك بعد العمودي والشغلانه دي يعني. فهو رحمك من الفيكتور وحبيبك من ان انت تنزل عمودي وتحسبه. برضه هنا يا باشمهندسين هنا ازاي تجيب الزاويتين خطين؟ لو انت عندك خطين في السبيس ازاي اجيب الزاويه منهم؟ طبعا صعب تحسبها في 3 دايمنشن. ازاي تعرف الخطين دول متوازيين ولا منقطعين ولا متخالفين؟ الحاجات دي هتحسبها عن طريق معادلات، حاجات بسيطه جدا، والابلكيشن بتاعتها كتير زي ما هنشوف ان شاء الله. هنبدا باول حاجه اللي هي الايكويشن اوف ستريت لاين. ايكويشن اوف ستريت لاين في 3 دايمنشن، ازاي نكتب معادله خط مستقيم في الفراغ في الثلاث ابعاد يعني. علشان نكتب معادله خط مستقيم يا باشمهندسين في 3 دايمنشن لازم الخط المستقيم ده يكون عندي حاجتين اساسيتين لهذا الخط. ايه هما الحاجتين الاساسيتين لهذا الخط عشان اقدر اكتب معادلتين؟ لازم يا باشمهندس يكون عندك نقطه تنتمي لهذا الخط، نقطه اسمها ام 1 مثلا، يبقى دي نقطه على الخط. نقطة تنتمي للخط. يبقى لازم يكون عندك نقطة تنتمي للخط، دي أول حاجة. الحاجة الثانية لازم يكون عندك متجه يوازي هذا الخط، المتجه اللي اسمه اس ده يوازي هذا الخط. الحاجتين دول يبقى ده متجه يوازي الخط، أنا عامل عندي الباراليزم بس هكتبه، ده متجه يوازي الخط. اللي إحنا عايزين نكتبه عندنا. يبقى لازم الاثنين دول يكون عندنا علشان تقدر تحدد الخط تحديد تام. يعني انا بشبهها دايما بحاجه بسيطه قوي كده، لو انت عايز توصف لواحد طريق في البلد، لو انت عايز توصف لواحد طريق يمشي فيه، فدي طرق مختلفه يعني، فما ينفعش حاجه واحده، يعني ما ينفعش نقطه، ما ينفعش تقول له اقف هنا وتسكت، طب يمشي فين؟ على طول ولا يمين ولا شمال؟ يبقى لازم اتجاه. وما ينفعش اتجاه بس، يعني ما ينفعش توقف اي حته تقول له خش يمين، طب هيخش يمين هنا ولا يمين هنا ولا يمين بعد كده؟ يبقى الاتجاه لوحده ما ينفعش والنقطه لوحدها ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض، لازم تاخد الخط على اول الطريق وبعدين تقول له امشي كده. يبقى تشاور له بعد كده، يبقى لازم نقطه واتجاه، عشان تحدد الخط تحديد تام لازم الحاجتين دول، نقطه ومتجه تحطه في بدايه الطريق وبعدين تشاور له تقول له امشي كده بقى. عشان كده لازم يكون عندنا حاجتين، نقطه على الخط ومتجه يوازي هذا الخط. والمتجه يوازي هذا الخط، طبعا المتجه اللي يوازي هذا الخط مش لازم يكون على الخط نفسه. يعني المهم ان هو يكون يوازيه وخلاص يعني، يعني انت لو رجعنا للشبه بتاعنا، لو انت واقف هنا واخد بالك بس قلت وقفت الراجل هنا وبعدين رجع كده وبعدين كله مشي الناحيه دي بعد كده، والراجل واقف هنا خلاص هيمشي الناحيه دي في الحته اللي واقف فيها، مش لازم تقف تلزق في حته شويه وتقول له امشي كده يعني. يعني انت واقف واحد كده تقول له امشي كده. من هنا تشاور له امشي يمين، مش لازم تروح تلزق فيه وتقول له يلا امشي يمين، لا مش لازم تكون واقف في دماغه يعني. فعشان كده المتجه يا باشمهندسين مش لازم يكون على الخط نفسه، هو ممكن شغال يبقى احسن طبعا، لو كان المتجه ده منطبق على الخط يبقى كويس قوي، لكن لو كان بعيد عنه مش مشكله، هيشاور له على اتجاهه خالص. زي مثلا الصلاه، كلنا بنصلي عارفين ده اتجاه القبله، ممكن واحد واقف في حته ثانيه عارف ايه، مش لازم يقف في نفس المكان عشان يصلي مثلا، ماشي يا اخوانا؟
يبقى ده الحاجتين اللي احنا عايزين نكتب فيهم المعادله. تعالوا بقى نشوف ازاي بنكتب الايكويشن بتاعت الستريت لاين. تعالوا بقى نشوف الرياضه بتاعتنا. النقطه دي نفترض ان الكوردينيتس بتاعتها اكس 1 واي 1 وزد 1. ما احنا في 3 دايمنشن بقى، النقطه لها ثلاث احداثيات اكس 1 واي 1 وزد 1. والفيكتور ده باشمهندسين اللي هو اس، نفترض ان هو عباره عن اي اي بلس بي جي بلس سي كي. فيكتور متجه له ثلاثه كومبوننت، يعني ممكن نحط فيكتور او سهم على الاي والجي والبي، ممكن ما نحطش لان هم مشهورين اصلا، معروفين ان دول ثلاثه يونت فيكتور بتوع الاكس واي والزد، فممكن بعد كده نحط سهم على الخط، ممكن ما نحطش حاجه. نفترض يا باشمهندسين ان احنا عندنا هنا نقطه عامه، نقطه اسمها ام، نقطه هنا اسمها ام اللي هي احداثياتها اكس وواي وزد. يعني ايه الفرق بقى بين دي وبين دي؟ دي نقطه خاصه يعني معروفه كذا وكذا وكذا لها ارقام معينه، اما دي نقطه عامه عشان نكتب بيها الايكويشن. فبتيجي تكتب عامل خط مستقيم في 2 دايمنشن لازم تقول واي مش عارف يساوي 2 اكس مش عارف زائد 3، لازم يبقى في فاريبل اسمه واي واكس اللي هم الاثنين فاريبل عندك. احنا عندنا هنا في 3 دايمنشن فلازم يكون عندنا اكس واي وزد. طيب تعالى نشوف ازاي نكتب معادله هذا الخط. دلوقتي يا باشمهندسين لو احنا عندنا فيكتور ام 1 ام، عايزين نعمل متجه في اتجاه هذا الخط اللي هو من ام 1 الى ام. المتجه ده يوازي المتجه اس، يبقى اذا الفيكتور ام ام 1 او ام 1 ام ده يوازي الفيكتور اللي هو اسمه اس. اي اثنين فيكتور يا باشمهندسين بيوازوا بعض يبقى احدهما يساوي ثابت في الاخر. اي متجهين بيوازوا بعض يبقى احدهما اللي هو ام 1 ام ده يساوي ثابت في مثلا في الفيكتور الاخر. جرب انت كده، لو انت عندك فيكتور مثلا الكومبوننت بتاعته 2 اي زائد 3 جي زائد 5 جي، وفيكتور اخر تعالى نضربه في 2 كده يبقى 4 اي زائد 6 جي زائد 10 جي. لو انت شفت الفيكتور ده والفيكتور ده هتلاقيهم متوازيين. الاثنين دول بارلل. ليه؟ لان احدهما هيساوي ثابت في الاخر. ده لما ينضرب في اثنين بس لازم نسبه ثابته طبعا. ده ينضرب في اثنين وده ينضرب في اثنين ودي تنضرب في اثنين، يعني بينهم نسبه ثابته هي تضرب في اثنين. طالما الفيكتور ده والفيكتور ده بينهم نسبه ثابته يبقى هما متوازيين. جرب كده لو انت رحت حسبت الزوايا بتاع ده وحسبت الزوايا بتاع ده هتلاقي الزوايا ايه؟ هي نفس الزوايا. تمام؟ سواء بنسبه ثابته اكبر من واحد اصغر من واحد، حتى لو كانت سالبه يعني لو ضربتهم في سالب 5، لو ضربت ده في سالب 5 بقى سالب 10 اي وسالب 15 جي وسالب 25 جي، برضه الثلاثه دول بيوازوا بعض. اي خلاص يبقى اي فيكتور يوازي فيكتور يبقى احدهما يساوي ثابت في الاخر. تمام؟ تعالى بقى نحسب الفيكتور ام 1 ام. الفيكتور ام 1 ام بفرق الاحداثيات يا باشمهندس، احداثيات النهايه ناقص البدايه، يبقى الكومبوننت الاولانيه اللي هي اكس ماينس اكس 1 اي بلس واي ماينس واي 1 جي، فترة احداثيات نقطة دي ناقص النقطة دي بلس زد ماينس زد 1 كي. ده الطرف الشمال اللي هو فرق احداثيات. بالنسبة للطرف اليمين اللي هو السابق أو البارامتر اللي اسمه دي في الاس، يبقى الكلام ده يساوي التي، واحنا متفقين ان الاس اهو فرضينه ايه؟ اي زائد بي جي زائد سي كي. طيب دلوقتي عندنا طرف الشمال فيكتور يساوي طرف اليمين فيكتور، يبقى كل كومبوننت هنا تساوي الكومبوننت في المناظره، يعني معامل اي هنا يساوي معامل اي هنا، معامل جي يساوي معامل هي دي كده. يلا نسالي معامل اي هنا اللي هي اكس ماينس اكس 1، معامل اي هنا الاكس مضروبه في التي اوعى تنسى، يبقى تي في ايه؟ معامل جي اللي هي واي ماينس واي 1 يساوي معامل جي هنا البي بس مضروبه في التي برضه، يبقى تي في البي وهكذا. هي دي مش مصير معادله الخط المستقيم اللي احنا هنستخدمها النهارده ان شاء الله. انا بس حاولت اثبتها لك، والاثبات مش مطلوب منكم، بس انا حاولت اثبتها لك عشان لما تيجي تستخدمها تبقى تفتكر جت ازاي، ولو انت افتكرت جت ازاي عمرك ما هتنساها. طبعا ساعات بقى بننقل الاكس 1 الناحيه الثانيه، يعني نفضل بقى ان احنا نوضحها شويه كده، يعني نقول زي اكس ايكوالز اكس 1 بلس تي اي وهكذا بالنسبه للثانيه واي equals y1 plus dv1. بيسموهم دول يا باشمهندسين البارامتريك ايكويشن اوف ستريت لاين، بارامتريك ايكويشن اوف ستريت لاين.
بصي انا كتبته. بص بقى معايا لو سمحت عشان نلخص الموضوع تاني. اي ستريت لاين زي ما اتفقنا عشان اكتب الايكويشن بتاعته محتاج حاجتين، نقطه عليه او نقطه تنتمي اليه واتجاه يوازيه، خط يوازيه. طب اكتب الايكويشن ازاي؟ اخد نقطه عامه على الخط واقول ان الفيكتور ده يوازي الفيكتور ده. طالما الفيكتور ده يوازي ده يبقى احدهما يساوي ثابت في الاخر. طب احدهما فرق احداثيات نقطه النهايه ناقص البدايه، عملت وده موجود عندنا، هساوي بقى كل معامل بالمعامل الاي بالاي وهكذا، طلعنا المعامل. بقل بس الـ x1 والـ y1 الناحية الثانية، هي دي يا باشمهندسين البارامتر ايكويشن وفي الستريت لاين دي اللي احنا هنستخدمها النهاردة، هي دي مفتاح الشغل بتاعنا، ده القانون، مطلوب من سعادتك بس انك تعرف هذا القانون، مش لازم تعرف الإثبات ده. بس أنا عملت لك عشان تبقى مستريح وعارف جه منين يعني. لازم تعود عينيك بقى مين دول يا شباب؟ مين x1 y1 وz1؟ النقطة M اللي هي النقطة على الخط. يبقى كده دي كده النقطة تنتمي للخط، نقطة تنتمي للخط. يبقى عشان لما تيجي تشوف معادلة أو لما تحب تكتب معادلة تبقى عارف مين هما دول أو العكس لو أنت عندك دول تعرف تطلع النقطة اللي تنتمي للخط. طب مين بقى الثلاثة دول اللي هو A و B و C يا شباب؟ المتجه يوازي الخط. A و B و C ده المتجه المكونات يعني المتجه الموازي للخط. ساعات بيسموه متجه الاتجاه. متجه الاتجاه يعني المتجه الذي يدل على الاتجاه بتاع الخط. بس هو ده اللي احنا عايزين ساعتك تعرفه النهارده ان انت لما يدي لك نقطه على الخط ويديك متجه تكتب هذه الايكويشن والعكس صحيح. لو احنا عندنا هذه الايكويشن ازاي نطلع النقطه وازاي نطلع المتجه اللي يوازي هذا الخط؟ خلينا ناخد اكزامبل عشان نثبت هذا المفهوم. هو الاكزامبل ده من خارج الكتاب لان الكتاب داخل على طول فانا بس مثال تمهيدي كده. بقول لك رايت ايكويشن ستريت لاين passing through يمر بالنقطة 1 و 4 وسالب 2 أو موجب 2 اللي هي موجب 2 and parallel to S اللي هو equal to I plus 5J بلس 3. طب مباشر بقى عشان نتعود على القانون. بيقول لك اكتب معادله الخط اللي بيمر بالنقطه كذا وبيوازي المتجه كذا. انا بس عايز قبل ما نحل المساله يا باشمهندسين اعرفك ليه سموه البارامتريك ايكويشن. البارامتريك ايكويشن اتسمت عشان البارامتر اللي اسمه تي، يعني اصل التسميه بتاعت البارامتريك من الرمز تي اللي هو موجود في الايكويشن. ده كده بيسموه بارامتر. احنا قلنا البارامتر يعني ايه؟ يعني ايه بارامتر؟ ها؟ نعم؟ بالظبط هو بياخد قيم ثابته بس بتتغير باستمرار زي الكثافه زي ما قلنا قبل كده. كثافه الميه رقم ثابت، كثافه الزيت رقم ثابت بس هم مختلفين. يبقى هو رقم بيتغير بس ثابت للماده. طب حكايه البارامتر هنا الخط المستقيم يا باشمهندسين دي معادله. طب الخط المستقيم يعني انا عايز اجيب بس احداثيات نقطه، اي نقطه على هذا الخط هتلاقي لها بارامتر تي معين. يعني لو عوضت عن تي بواحد، تي بواحد هنا وهنا وهنا نفس التي طبعا، هيدي لك اكس واي وزد لنفس النقطه. يديك مثلا النقطه اللي هنا. طب عايز النقطه اللي بعديها تحط تي مثلا باثنين. كل ما تعوض بتي برقم يديك نقطه دي. كل ما تعوض بتي برقم يديك نقطه دي. يبقى تحط دي باثنين هنا وهنا وهنا يديك اكس. طبعا واحد اوعى تفتكر الاكس واي وزد دول ثلاث نقط، لا ده دي نقطه واحده بس ليها كام احداثي؟ ثلاثة. ما احنا كنا كاتبين عنوان شوية في 3 دايمنشن. احنا شغالين دلوقتي في 3 دايمنشن. فأي نقطة على الخط المستقيم عايز تجيبها لها ثلاث إحداثيات إكس واي وزد هما دول. يبقى إكس واي وزد دول يا باشمهندسين الثلاثة مع بعض دول بتجيب نقطة واحدة. طب بنجيبها إزاي؟ بنعوض عن تي برقم. تحط تي بخمسة يديك نقطة، تحط تي بستة في ثلاثة يديك إكس واي وزد بتاع نقطة جديدة وهكذا. فده عشان كده بيسموه البارامتر إيكويشن. يبقى التي دي ثابتة للنقطة الواحدة لكن بتتغير من نقطة لأخرى. تمام؟ فهو هنا مدي لك نقطة بيمر بيها الخط والمتجه، تعالوا بقى نكتب على طول. يبقى الحل
عايز الايكويشن، عايز تكتب الايكويشن بارامتريك ايكويشن زي ما اتفقنا. اكس واي وزد دي النقطه وده المكتب. يلا اسمعوني بقى، بقول اكتب اكس بتساوي واي بتساوي وزد بتساوي. مين اللي هنا يا اخوانا؟ النقطه 1 و4 و2، 1 و4 و2 زائد 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 كله مضروب في تي، كله مضروب في تي. مين البارامتر، مين الفيكتور اللي عندنا؟ 2 و5 و3 بس. دي كده معادلة الخط نكتب كل واحده من الثانيه. يعني احنا كتبنا دي من المعادله دي لما حسبت التيم،
حسبت الكي من هنا ومن هنا ومن هنا جبت الكلام ده. تمام؟ طب افرض عايز اعمل العكس، يعني افرض انا عندي كارتيزيان، افرض هو بيديك السؤال الكارتيزيان ايكويشن وقال لك لو سمحت اكتب لي البارامتر ايكويشن. تاخد الكلام ده وتساوي مين؟ بتين. مش كده؟ وتاخد واحده واحده، تكتب ده مع ده، طرفين في وسطين بقى، يبقى اكس ناقص واحد يساوي كام؟ يعني من دي كده لو طرفين في وسطين هتقول يا باشمهندس اكس ناقص واحد بيساوي 2 تي، وبعدين تودي واحده الناحيه الثانيه، تبقى ايه يا اخوانا؟ اكس بتساوي 1 زائد 2 تي اللي هي، وبعدين تاخد التي مع الترم الثاني طرفين في وسطين وتروح تطلع المعادله دي، وبعدين تاخد التي مع الترم الثالث تطلع المعادله. انت لازم تعرف تجيب دي من دي ودي من دي. برضه مش مهندس لازم يعني مش لازم تكتب البارامتريك ايكويشن وبعدين تستنتج منها السيمتريك ايكويشن. افرض انا مش عندي البارامتريك ايكويشن وعايز اكتب السيمتريك ايكويشن على طول عادي جدا. ما احنا قلنا ان النقطه هي الارقام اللي بتطرح من اكس وواي وزد، والمتجه هي الارقام اللي في المقام. خلاص انت عندك المتجه اهو اللي هو 2 و5 و3، يبقى 2 و5 و3 هم دول في المقام. النقطه 1 و4 و2 يبقى هي دي الارقام اللي بتطرح من اكس ومن واي ومن زد. يعني مش لازم نكتب البارامتريك ايكويشن الاول وبعدين نسال، بس هعلمك ازاي تجيب دي من دي ودي من دي، لكن ممكن نكتب كل واحده لوحدها. خلاص يا محمد؟ ده بالنسبه للكارتيزيان ايكويشن والستريتيك ايكويشن. طيب هل بقى الموضوع هيدانه ماشي بقى زي السكينه الحاميه في الكتف؟ الحقيقه لا. هيعمل ايه بقى معاك يا باشمهندس؟ هيخليك تشتغل شويه في الاس ده بالذات، المتجه اللي هو اس. اس ده مش دايما زي المساله اللي فاتت كان بيجي لك اس بيساوي كذا على طول وانت تعوض تعويض وماشي، هيسيبك تشتغل شويه بس الشغل كله يطلع كتير يعني. فكل الشغل بقى يا باشمهندسين هيبقى في الاس ده، عشان كده هنكتب هنا سبيشال كيسز من الاس، سبيشال كيسز للمتجه اللي هو اسمه اس. احنا يعني عارفين اس ده المتجه اللي هو اللي يوازي هذا الخط. تعال نشوف ساعات بيدهولنا ازاي. تعال بيدهولنا ازاي يا باشمهندسين. أول حاجة يا باشمهندس إن بدل ما يديلك الإس ده على طول يقول لك الإس بيساوي كذا 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 كذا، لا. ساعات بيديلك الدايركشنز كوزاين. ساعات بيديلك الدايركشنز كوزاين. لإس ده. يعني بدل ما يديلك إس مباشرة كده، لا يقول لك الدايركشن كوزاين بتاع الخط هو كذا وكذا وكذا. مين الدايركشنز الكوزاين ده؟ طبعا انتوا حاجات انتوا عارفينها بس يمكن بدكوا الدايركشنز الكوزاين يا باشمهندسين كوزاين يعني ايه؟ جيوب تمام زوايا جيوب تمام الزوايا يعني الدايركشن اللي هي زوايا الاتجاه يعني الخط اللي هو اس ده يا باشمهندسين بدل ما هقول لك الخط ده يساوي 3 اي زائد مش عارف لا يقول لك ايه زاويته مع واي بتساوي كذا وزاويته مع اكس بتساوي كذا وزاويته مع زد بتساوي كذا هنسميهم الفا وبيتا وجاما او سيتا اكس وسيتا واي وسيتا زد زي ما يعجبك خلينا نسميهم الفا وبيتا وجاما عشان يبقى زي الكتاب يعني يبقى هو بدل ما يدي لك الفيكتور بيدي لك كوزاين هذه الزوايا كوزاين هذه الزوايا يعني يقول لك ان الكوزاين يديك كوزاين الفا وكوزاين بيتا وكوزاين جاما ده المقصود بالدايركشن يديك الدايركشن كوزاين بتوع الاس ماشي شغالين هم دول اللي هنشتغل بيهم يبقى انت هتاخد الفيكتور المتجه اللي يوازي هذا الخط اللي احنا بنكتبه في المقام هنا A و B و C هم دول الدايركشنز الكوزاين ينفع؟ ينفع لو انتوا فاكرين مين هم الدايركشنز الكوزاين دول؟ بيمثلوا ايه؟ يعني لو انا كتبت فيكتور كده اسمه كوزاين الفا اي زائد كوزاين الفا جي زائد كوزاين جاما كي مين ده؟ الاي اللي هو ايه عند المتجه الواحد بالظبط ده اليونت فيكتور بتاع اس انا بحب اسميه يو اي يو اس كده اصل اي حاجه غير معينه ممكن تبقى الكترون مثلا الكترون تمام فهو يفضل نكتب يو اول حرف من كلمه يونت يونت فيكتور يونت فيكتور من اس او زي ما انتم متعودين عليه اللي هو اي بتاع اس حسب اللي درس لكم بقى الفيكتور بيعمل ايه لكن خلينا نسميه يونت فيكتور من اس يعني المتجه الواحد بتاع اس المتجه الواحد طبعا الناس لو مش فاكره
لو انت في التو دايمنشن بس كده مثلا عندك اكس واي، عندك فيكتور هنا الكومبوننت بتاعته دي 4 والكومبوننت دي 3، فهو هيبقى طوله 5. تمام؟ المعيار بتاعه هيبقى 5. الكوزاين بتاع الزاويه دي اللي هي الفا ودي بيتا. دي زاويه مع اكس، انا شغال في تو دايمنشن بس الاثنين على تو دايمنشن اتعمل مع 3 دايمنشن. كوزاين الفا بيساوي كام يا اخوانا؟ كوزاين الفا 3 على 5، وكوزاين بيتا كام؟ لو عملت بقى زاويه هنا سالنا سين هنا، فكوزاين بيتا بيساوي الضلع ده اللي هو 4 على 5. 4 على 5. تعالى شوف لو انت عندك الفيكتور ده اللي هو اسمه او ايه ده، او تعالى نسميه اس زي ما احنا متعودين نسميه، الفيكتور اللي اسمه اس له كومبوننت 3 و4، يعني كان هيبقى 3 اي زائد 4 جي. المعيار بتاعه كام؟ من الضلعين دول؟ 5 لو انت هتحسبهم. يبقى دي الفيكتور بتاعه عباره عن كام؟ 3 على 5 اي زائد 4 على 5 جي. مين هم 3 على 5 ولا 4 على 5؟ هم كوزين الزاويه. يبقى اللي هو الفيكتور هو نفسه الكومبوننت بتاعته هي كوزين الزوايا مع الناحية. متجه الوحدة هو نفسه الكومبوننت بتاعته هي الكوزين بتاع الزوايا مع الناحية. تمام؟ المفروض ان انتوا عارفين الكلام ده، انا بس كنت بحاول اقنعك بيه، لكن مش مهم. يبقى اذا يا باشمهندسين انا كنت بحاول اقنعك باللي انا كاتبه، كوزين الفا وكوزين بيتا وكوزين جاما، مين الفا وبيتا وجاما؟ هي الزوايا مع المحاور. الكوزين بتاعهم هم اليونت فيكتور بتاعهم. طب يقول فيكتور ينفع يشتغل مكان اس؟ ينفع يشتغل طبعا مكان اس. ده بس حاجه بتشاور على اتجاه. انت عشان تشاور الواحد على اتجاه لازم تجيب عصايه طويله تقول امشي كده بالعصايه وتشاور، ولا ممكن تعمله صبعك بس يمشي كده؟ فاهم؟ فاليون فيكتور هو حاجه بس بتشاور على اتجاه، ما هو اليون فيكتور هي جزء من الفيكتور بس مقداره واحد. متجه الوحده هو حته صغيره من المتجه بس طولها كام؟ بس بتدل على الاتجاه، يعني لو كتبت لك رقم كده قلت لك 3 اي الاي دي حته كيوت فيكتور بس قالنا ان ده مع مين؟ مع الاي مع اكس مع اي مع اكس مش كده؟ قال لك ان الثلاثه دي اتجاه مين؟ يعني قام دكتور بتاع الاتجاه ولا لا؟ شاور لك على الاتجاه ولا لا؟ يبقى كيوت فيكتور هو نفسه ينفع يشاور على الاتجاه. قول ان انا كتبت 3 اي عرفت ان الثلاثه دي اتجاه اكس، فكيوت فيكتور قوي حلو قوي يشاور على الاتجاه. يبقى لما اجيب لك مساله يا باشمهندس فيها الدايركشنز والكوزاين، خد الدايركشنز والكوزاين دول اشتغل مكانها مكان الاكس. تعالوا ناخد بصوا بقى يا شباب خليكم معايا بقى بيقول لك كده ايه رايت ايكويشن اوف ستريت لاين باسنج ثرو بوينت كذا اند بارلل تو اس يوازي اس ويز دايركشن كوزاين ده بقى اللي احنا كنا بنحكي عنه لما تيجي الدايركشن كوزاين بتاع الاكس اشتغل بتاع الاس اشتغل بيها عادي جدا زي الاي والبي والسي والاس يعني يبقى هو طبعا قال لك الايكويشن ما طلبش قال لك انهي الايكويشن يعني تعال نكتب تحبوا نكتب البارامتريك الاول ولا الكارتيزيان الاول؟ نكتب الكارتيزيان
النتيجه بتقول لك اكس خلي بالك ناقص النقطه على المنتجه يساوي واي ناقص نفس النقطه على المنتجه وهكذا زد ناقص كذا على المنتجه. عايز اقول لك بس مش زي ما تبدا بالبارامترز يعني افترض التركيز بس هنوفر وقت ونكتب على طول احداثيات النقطه اللي هي 1 و0 وسالب 2 يبقى هنا ناقص 1 ناقص 0 ناقص ناقص يبقى زائد 2 تحت بنكتب المنتج اول دايركشنز الكوزاين بتاعته يبقى هنا سالب 1 على بازل 2 وهنا نص ونص بس دي الكارتيزيان ايكويشن او السيمتريك ايكويشن حاجه في منتهى البساطه يعني خلصت الكلام اللي بديك الدايركشنز الكوزاين اشتغل بيها عادي جدا على انها الفيكتور اللي احنا عايزينه عايزين بس حاجه بس تدل على الاتجاه دايركشنز الكوزاين شغال وهي اسمها دايركشنز الكوزاين بيقول تمام زوايا الاتجاه يعني فيها كلمه الاتجاه طبعا لو انت حبيت تكتبوا البارامتر بنقول عشان برضه نتعود اننا نتذاكر اكس تساوي النقطة وهنا واي بتساوي برضه نقطة وزد. أول كومبوننت كل نقطة اللي بيقولوا بيها اللي هي 1 و0 وسالب 2. 1 و0 وسالب 2. زائد دايما تي في البارام في الـ في الـ في الدايركشن زيجزاج. سالب 1 على جذر 2 في تي. يبقى هنا سالب 1 على جذر 2 في تي. والثانية نص في تي. والأخيرة برضه نص في تي. يعني حاجة في منتهى السهولة طبعا احنا كنا كاتبين عنوان من شويه كده اللي هو السبيشال كيسز اوف اس وقلت لك بدل ما يديك اس بيدي لك الدايركشنز اوف زاي سمي دي الحاله رقم واحد بس يعني ارجع معلش للمحاضره كده العنوان ده واكتب ان ده الحاله رقم واحد الحالة الثانية يا باشمهندسين إن إس ده بيديهولنا بالأنجل ويز بلين، أنجل ويز برنسبال بلين. أنجل أوف إس طبعا، أنجلز أوف إس. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندسين؟ يعني هو بدل ما يطلع راجل طيب ويقول لك ان اس يساوي 3 اي زائد 4 جي مش عارف زائد 6 كي يبقى اس صراحه لا يقول لك يدي لك الانجل الزوايا بتاع اس مع المستويات الاساسيه البرنسبال بلين اللي هم اكس واي واي زد وزد اكس كده ثلاث مستويات الاصليه فتعال بقى نشوف ازاي نجيب الدايركشنز الكوزاين اللي فاتت بص يا باشمهندس لو احنا عندنا هنا اكس واي وزد وقال لك ان الفيكتور اللي اسمه اس ده الفيكتور اللي اسمه اس بيصنع زاويه 60 درجه مع الاكس واي بلين ده الاكس واي بلين ده قال لك ان هو بيصنع زاويه 60 درجه مع الاكس واي بلين نقدر نستفيد منها ايه؟ زاويته مع نقدر نجيب زاويته مع مين بقى؟ مع الزد الرابعة اللي بتبقى كام؟ بتبقى 30 هي دي الدايركشنز بتاعت الحاله اللي فاتت يبقى اذا انا محتاج الزوايا مع المحاور مش محتاج الاتجاه مش مهندسين الاتجاه بيتحدد ازاي الزوايا مع المحاور مش الزوايا مع المستويات فاحنا من خلال الزاويه مع المستوى بجيب الزاويه مع مين؟ مع المحاور يبقى من خلال المعلومه دي احنا سمينا الزوايا الفا وبيتا وده لو انتم فاكرين هتقول بقى ان جاما بتساوي 90 ناقص 60 يساوي 30 درجه ودي اول حاجه اول زاويه انا عايز بس وهكذا بقى بالنسبه لبقيه الايه يبقى لما يديك زاويه مع مستوى تقدر تطرحها من 90 تقدر تطرحها من 90 الزاويه اللي هو مديها لك مع المستوى تقوم تجيب الزاويه مع المحور العمودي على هذا المستوى يعني هو مدينا هنا الزاويه مع الاكس واي بلين طالما مدينا الزاويه مع الاكس واي بلين مين العمودي على الاكس واي بلين الزد يبقى ال 60 اللي تتممها هي الزاويه اللي احنا عايزينها دي كده مش هنسيب اللي هي اسمها الفا جامد الفا بتاع اكس عشان بس نبقى متفقين وبيتا وجامد يبقى احنا قدرنا نحسب وهكذا تعالى ناخد اجابه هيبقى بالنسبه لنا اكزامبل سهله
يقول لك find the equation of line passing through the point 2 3 4 اي ارقام الاس بقى with angle y over 6 with the yz plane. نلف شوية. ده مش مهندسين الاكزامبل بتاعنا. بيقول لك اودد معدل خط المستقيم اللي بيمر بنقطه كذا، دايما النقطه بتديها لنا صريح ما فيهاش كلام. قال لك الاس بقى with angles باي اوفر 6 with ال واي زد بلين اند باي اوفر 4 with ال اكس زد بلين. طبعا باي اوفر 6 دي اللي هي 30 درجه. ودي اللي هي 45 درجه. فطبعا زي ما اتفقنا يا باشمهندسين الزاويه دي مع المستوى واي زد. لما اطرحها من 90 تدينا مع مين؟ مع اكس اللي هي الفا، يبقى بالظبط كده، يبقى الحل الفا اللي هي زاويه مع اكس، اتفقنا الفا دي هنسميها زاويه او ممكن نسميها سيتا اكس يعني زي ما عجبك، انا برضه بحب سيتا اكس وسيتا واي وسيتا زد، بس انا بحب التزم باللي موجود في الكتاب عشان ما يحصلش لغة غلط، يبقى الفا بتساوي 90 ناقص 30 يساوي 60 درجه. والزاويه الثانيه اللي هي 45 مع اكس زد. يعني هجيب الاول مع انهي محور لما نطرح من 90 مع واي اللي احنا سميناها بايه؟ بالظبط فبيتا يساوي 90 ناقص 45 يساوي 45 درجه. طب فين الثالثه بقى؟ 45 بالظبط برافو عليك. احنا عارفين ان كوساين سكوير الفا بلس كوساين سكوير بيتا بلس كوساين سكوير جاما ايكوال تو انا. تمام؟ وبالتالي نقدر نجيب يبقى هنا كوزاين تربيع 60 وكوزاين تربيع 45 زائد كوزاين تربيع جاما يساوي 1، نقدر نجيب من هنا اللي هي الجاما. احنا عايزين حتى الكوزاين نفسه، مش محتاجين الجاما بكام، يعني احنا محتاجين بس الكوزاين بتاعها بكام. الكوزاين ده مش مصيره يطلع زائد او ناقص نص، كوزاين جاما يطلع زائد او ناقص نص. من هنا اذا كوزاين جاما ايكوال بلس اور ماينس هاف. خلاص احنا بقى عندنا الزوايا، نقدر بقى نكتب الايكويشن. خلونا نكتب مثلا السيمتريك ايكويشن. يبقى اذا الايكويشن بتاعتنا هنكتب السيمتريك او الكارتيزيان، هي السيمتريك ايكويشن او ساعات بيسموها الكارتيزيان ايكويشن. بصوا يا شباب عشان نتعود كاننا بنذاكر، قلنا هنا اكس ناقص النقطة وواي ناقص احداث النقطة وزد ناقص النقطة، طبعا دي كانت 2 و3 و4. 2 و3 و4 على الدايركشنز الكوزاين اللي هو كوزاين الزوايا نفسها. طبعا ما تحطليش بقى 60 و45 والكلام ده، لا كوزاين 60. كوزاين 60 كام؟ اه بالظبط نص. كوزاين اسمها الدايركشنز الكوزاين، زوايا جيوب كمان زوايا الاتجاه، فتحط الدايركشنز الكوزاين. الزاويه بتاعت بيتا 45 واحد على جذر 2. الكوساين بتاع جاما من المعادله طلع زائد او ناقص نص. اعملها زائد او ناقص نص لان هما في خطين هي بيحققوا هذا كده. في خطين بيحققوا هذا كده. يبقى هي دي السيمتريك ايكويشن. لو عايز تكتب بقى البارامتريك ايكويشن هيبقى اكس بتساوي 2 زائد نص تي، واي بتساوي 3 زائد 1 على جذر 2 تي، وزد بتساوي 4 زائد او ناقص نص تي. يعني ده كده السيمتريك ايكويشن ودي البارامتريك. يبقى الحالتين الخاصيتين اللي احنا خدناهم دلوقتي يا باشمهندسين، الحاله اللي فاتت انه كان بيديني كوزاين الزوايا، فاحنا قلنا كوزاين الزوايا بيشتغل بيها عادي جدا زي ده كوزاين الزاويه وده كوزاين الزاويه وده كوزاين الزاويه.
الحاله اللي احنا فيها ما ادالكش كوزين الزاويه مباشره، لا لانه ما ادالكش زاويه مباشره، ادالك زاويه مع مستوى، فعن طريق جبنا الزاويه مع المحور، فالحاله دي راحت للحاله اللي فاتت. الكيس بقى الاخير يا باشمهندس، الحقيقه الكيس الاخيره تعتبر يعني اسهل حاجه ان هو يجي لك نقطتين على الخط، يعني الكيس نمبر 3 اللي هو يجي لك اللاين ويجي لك نقطه اسمها ام 1 ونقطه اسمها ام 2 احداثياتهم معروفه. نجيب المتابع بفرق الاحداثيات، يبقى اذا لو النقطه دي احداثياتها اكس 1 واي 1 وزد 1 وهنا اكس 2 y2 وz2، يبقى اذا الاس نجيب الفرق الاحداثيات x2 minus x1 y2 minus y1 وهكذا. اوكي، يعني ده الجمله اللي قلت لكم عليها من الاول، المتجه بيوازي الخط، ممكن يكون بعيد عنه وممكن يكون جزء منه ينطبق عليه. فهو مثلا لو خدنا اكزامبل اعتقد بتاع 5 او 4 اكزامبل 4 يجي لك لاين يا باشمهندسين عليه نقطتين، انا هقصد لك نص المساله بالرسم يعني. يجي لك خط مستقيم عليه نقطتين ويقول لك اكتب لي معادله هذا الخط. فانت طبعا زي ما اتفقنا قلنا من اول ما بدانا المحاضره قلنا عشان نكتب معادله هذا الخط او اي خط محتاجين حاجتين، نقطه تنتمي للخط، الحمد لله عندنا نقطتين، ومتجه يوازي هذا الخط، يوازيه او ينطبق عليه، خلاص فالمتجه هجيبه من ده. يبقى اذا الحل بتاعنا سوليوشن بالنسبه للبوينت النقطه عندنا اثنين، هختار منهم الايه؟ اللي هي واحد وصفر وصفر. بالنسبه للاس اللي هو المتجه بفرق الاحداثيات ده 2 ناقص 1 يبقى 1 اي، 5 ناقص 0 يبقى 5 جي، سالب 1 ناقص 0 يبقى سالب 1 كي. يبقى اذا الايكويشن تختاروا انهي ايكويشن، بارامتريك ولا سيمتريك؟ البارامتريك. يبقى البارامتريك ايكويشن اكس يساوي النقطه زائد السالب في دي، النقطه اللي هي 1 زائد الفيكتور اللي هو 1 تي واي، النقطة اللي هي صفر عادي جدا زائد السالب 5 في تي اللي هو الفيكتور، الزد يساوي احداثيات النقطة بتاعت الزد اللي هي الصفر زائد المركبة الأخيرة بتاعت الفيكتور اللي هي سالب 1 في تي. يبقى دي البارامتريك ايكويشن بتاعت اللاين. طيب بص يا باشمهندسين، بص يا شباب، احيانا يا اخوانا رجوع في حاله شاذه بتحصل كده واحنا بنشتغل، ساعات تيجي تكتب السيمتريك ايكويشن يطلع ان السي مثلا بصفر او البي بصفر او الاي بصفر، هو مش معقول نكتب بقى واي ناقص واي واحد على صفر او نكتب زد ناقص زد واحد على صفر، فبيبقى في مشكله في كتابه السيمتريك ايكويشن. تمام؟ يبقى هنا في عندنا كريتيكال كيس، كريتيكال كيس ان في السيمتريك ايكويشن، في السيمتريك خليك معايا ما تكتبش، في السيمتريك ايكويشن اللي انت لو تيجي تقول اكس ناقص اكس واحد على اي مثلا يساوي واي ناقص واي واحد على بي يساوي زد ناقص زد واحد على سي، ساعات يطلع السي ده بصفر.
اللي هو المفروض كان هنا يبقى سي. فنتصرف ازاي؟ تعال نفتكر احنا كنا بنكتب الايكويشن دي منين؟ من البارامتر الاصل اللي هي دي. فاكرين يا شباب؟ كنا بنطلع تي من هنا نقول ان هي عباره عن اكس ناقص اكس واحد على ايه؟ الترم الاول. ونحسب التي من هنا بنقول واي ناقص واي واحد على بي، وهنا زد ناقص زد واحد على سي. السي هنا طلع بكام بقى يا اخوانا؟ بزيرو. خلاص تعالى حط هنا، لما تحط التي هنا بزيرو السي هنا معناه ايه يا اخوانا؟ قولوا زد بيساوي زد واحد. فهنا بقى لو سمحت لما يطلع لك نفسك اكتب البسط اللي هو زد بيساوي زد واحد. يبقى ما تقولش بقى يساوي، اكتب بقى ان كمر كده وقول له زد بيساوي زد واحد. يبقى احنا بنستبدل الجزء الثالث من السيمتريك ايكويشن اللي هو في صفر في المقام بالجزء بتاع البارامتريك ايكويشن. رجعت للاصل بقى البارامتريك ايكويشن، مش قادر تقول ان سي في المقام ده بصفر؟ ماشي يا سيدي، سي بصفر. اذا زد بيساوي زد واحد. اكتب لي بقى الحته دي هنا تسد مكان الحته اللي كانت بصفر دي قبل كده. خلاص؟ يبقى هنا الكريتيكال كيس هكتب لك ان الكريتيكال كيس حصل ان سي مثلا بيساوي صفر. السي بيساوي صفر، فالسيمتريك ايكويشن او الكارتيزيان ايكويشن بتتكتب بالمنظر. ده سؤال كويس انا الحقيقه كنت منتظره. نعم؟ لا هو مفيش الامثله ولا في اي وقت مثلا عن الاكسس؟ في اي حاجه. لا هو الباشمهندسه بتسال اللي يقول ايه؟ سؤال كويس يعني. يقول لك انت اشمعنى اخترت النقطه ايه وعملت الفيكتور من ايه لبي؟ هو ما كانش ينفع عكس ينفع ينفع تاخد بي وتعمل فيكتور بقى ماشي من بي لبي. الاثنين ده ماشي وده ماشي. يفضل طبعا. يعني النقطة اللي انت احنا قلنا بناخد عندنا عشان نكتب الايكويشن محتاجين حاجتين، نقطة على الخط ومتجه جوازها صح. أنا اخترت النقطة إيه اللي أبدأ بيها، وبناء عليه خدت المتجه من إيه لبي. لو أنت عملت العكس، خدت البي وعملت متجه من بي لإيه، هيجي لك ايكويشن شكلها مختلف بس هتديك نفس معادلة هذا الفرق. تديك معادلة إيه؟ هذا الفرق. يعني هو الأرقام هتبقى شكلها مختلفة شوية. ولكن لو انت عوضت التي هنا بارقام وبتجيب ارقام في الاخر هتديك نفس النقطه. يعني على سبيل المثال يا باشمهندسين، لو احنا حطينا التي هنا مثلا ب 2 مثلا هديك نقطه كام؟ احنا سايبها كام وكام؟ كام؟ 3 ايوه و10 تي ب 2 وسالب 2. ده لما حطينا التي ب 2. لو انت عملت بقى الاختيار الاخر طبعا هيطلع لك معادلات غير دي شكلها مختلف عن دي. بس لما تعوض بتي مش هتبقى بقى باثنين، رقم اخر الله اعلم هو كام، هتلاقي في نقطه هتديك برضه 3 و10 كام؟ وسالب 2. المهم هتديك نقط على نفس الخط يعني ما تقلقش. هتديك نقط على نفس بس التي مختلفه. بس التي ايه يا اخوانا؟ مختلفه. زي مثلا انت لما تطلع اجابه مثلا نتيجه تكامل ولا حاجه تروح تطلعها مثلا طبعا سينش اكس او شاي اكس زي ما تقول. سينش اكس. طلع سينش، هي سينش. بس شاين ماشي. ساين وبعدين بقى فيها ايه؟ هايبركوليك فانكشن. المهم. شاين اكس ده مش متعود. في واحد تاني طلع الاجابه اي اس اكس ناقص اي اس سالب اكس على 2. هي نفس الاجابه ده. نفس هم شكلهم مختلف ولكن فعلا الشاين بتساوي هذا الكلام. فبرضه هنا البارامتريك ايكويشن هتطلع البارامتريك ايكويشن شكلها مختلف بس هيديك لنفس الخط. انتوا لما تسافروا تتنقلوا في اماكن مختلفه تلاقوا مدارس مختلفه. يعني انا لما سافرت ليبيا لقيت دكاتره من عين شمس ومن القاهره، ولما سافرت بولندا طبعا كان في ناس من بولندا وناس من روسيا، فبتلاقي النطق يعني حاجات كتيره جدا بتنطق بطرق مختلفه عن اللي احنا ايه متعودين عليها. زي مثلا الواي داش يعني واخد بالك؟ واي داش ايه هي اسمها واي برايم يعني واخد بالك؟ بس احنا متعودين نقولها واي داش عارف ايه؟ زي البشاور اسمها طلاس او مساح يعني ايه بشاور؟ حاجه اسمها بشاور يعني ايه بشاور؟ بيشاور يعني ولا ايه؟ Thank you.
1 سي. خليكم معايا بقى، خليكم معايا يا شباب. احنا قلنا يا ابني انت احنا قلنا من شويه، قلنا من شويه اللي حابب يبدا يطلع بالطوارئ بتاعتكم دي. قلنا يا باشمهندسين احنا بنتكلم بقى في الحاله، باشمهندس رجعتنا شويه بس ده سؤال كويس. كنا بنتكلم في الحاله لو في ان المقام بصفر في السيمتريك ايكويشن، فقلنا زد بيساوي زد واحد اللي هي المفروض كانت المعادله تتكتب زد ناقص زد واحد على سي. فقلنا سي افرض ان السي مثلا طلع بيساوي صفر، ارجع للبارامتريك ايكويشن هتلاقي ان زد بيساوي زد واحد. في واحد يقول لك ايه اكتب ان البص بيساوي صفر، يعني في ناس تقول لك ايه انت تقول زد ناقص زد واحد على سي وسي طلع بيساوي صفر، ساوي البص بصفر. لما تساوي البص بصفر اللي هو زد ناقص زد واحد يبقى اذا زد بيساوي زد. تعالى بقى نعمل الكلام ده، يعني ده مساله ده بالنسبه لنا مثال خمسه، يعني اديكم اربع امثله قبل كده من خارج الكتاب. تمهيديه اللي هي الصعبه التمهيديه. اول بقى مثال في الكتاب، يعني بالنسبه لنا مثال خمسه هو في الكتاب بصفر واحد اللي هو صفحه 77. بيقول لك عايز الايكويشن بتاعت اللاين اللي بيمر بالنقطه كذا والاس بتاعته كذا. فتلاحظ هنا ان مفيش بقى ايه بي. ده حكايه السي صفر اللي بقول لك عليها. فطبعا لما نيجي نكتب السيمتريك ايكويشن هنقول اكس ناقص النقطه اللي هي واحد على الواحد بالفيكتور بيساوي واي ناقص 4 على سالب واحد، وتقول لي بقى و زد بيساوي سالب 2. دي كده السيمتريك ايكويشن عشان في صفر في المقام. فكرك تاني ان السيمتريك ايكويشن او الكارتيزيان اكس ناقص احداثيات النقطه، يعني احداثيات النقطه بتطلع فوق والمتجه بيتحط في المقام، يبقى الواحد والاربعه والسالب اتنين بيتطرحوا من فوق والمتجه اللي هو واحد وسالب واحد بيتحط في المقام. جينا بقى على المتجه الثالث المفروض نحط صفر في المقام، قلنا لا نقول بقى اذا زد بيساوي زد واحد، اذا زد بيساوي زد واحد اللي هي بتاعت النقطه يعني. ماشي يا شباب؟ فيها مشكله؟ هننتقل بقى ان شاء الله للي هي الموضوع بقى حاجات سريعه بقى اللي هي الانجل بتوين تو لاين، الزاويه بين خطين. ففرصه بقى لحابب يطلع يلا مره ثانيه اهو، مره ثانيه اللي حابب اللي تعب وحابب يطلع يطلع بره. المجنيتيود بتاع كل واحد من الاثنين دول، وهو ده اساسا الديفينيشن بتاع
الديفينيشن بتاع الدوت برودكت او السكيلر برودكت، لو انت عندك فيكتور اس 1 وفيكتور اس 2 فالدوت برودكت بتاعهم او السكيلر برودكت بتاعهم عباره عن ايه يا فندم؟ المعيار الاولاني في المعيار الثاني كوزين الزاويه بينهم. اذا كوزين الزاويه بينهم عباره عن ايه؟ الضرب القياسي بتاعهم، الضرب القياسي بتاعهم مقسوم على معيار، ده القانون اللي انتوا متعودين عليه. فاذا الموضوع بالنسبه لنا حكايه الزاويه بين المتجهين دي حاجه مش جديده، زي ما انت بتشتغل في المتجهات بالظبط. يعني انت الخط بيكون عندك نقطه ومتجه، نقطه ومتجه، مالناش دعوه بالنقط، مش هنستخدمهم في حاجه. خد المتجه الاولاني والمتجه الثاني وهات الزاويه بينهم زي ما احنا متعودين، والكلام ده بالنسبه لكم كلام قديم. هيبقى 2
2 ناقص 1 ناقص 4 على الجذر اللي عندك ده كوزين ثيتا. ومن هنا تحسب ثيتا يا باشمهندس او فاي سميها زي ما تسميها. اذا الثيتا هتطلع ب 112 و12 مللي و12 درجه. دي الزاويه بين الخطين اللي عندك. يبقى هو الملحوظه بس ان انت توقف التول لاين عشان تطلع الديت فيكتور، لكن بالنسبه كضرب قياسي او كزاويه بين خطين حاجه بالنسبه لنا مش جديده يعني. طيب تعالوا يا باشمهندسين نشوف حالات خاصه بهذا الكلام. بفترض ان في شوية حالات خاصة. افرض واحنا بنحسب يا باشمهندسين كوزين فاي اللي هو عبارة عن اس 1 ضد اس 2 على الماجنيتيود بتاع اس 1 في الماجنيتيود بتاع اس 2. نفترض ان الكلام ده طلع يساوي صفر يا باشمهندسين، معناه ايه الكلام ده؟ بالظبط. طالما طلع يساوي صفر يبقى الزاوية كام أصلا؟ 90 درجة. لأن كوزين 90 هو اللي بصفر. يبقى لو الدوت برودكت طلع بيساوي صفر معناه ان هما اورثوجونال. اورثوجونال لاين او بيربنديكولار عشان بس كل الكلام يبقى عارفين. او نورمال. يا اما يقول لك نورمال لاين ساعات يقول لك اثبت ان الخطين دول ار نورمال او اورثوجونال او بيربنديكولار. كل الكلام ده لو الضغط القياسي كده بيساوي صفر. طيب افرض يا باشمهندسين ان الكلام ده طلع بلس اور ماينس 1. افرض ان انت بالظبط يعني نختصر ان هم ايه؟ مش زاوية بارل يكونوا بارل بتوع الزين. لان كوزين صفر بواحد وكوزين 180 بواحد، فلو خطين الزاويه بينهم صفر يبقى هم منطبقين او متوازيين. الزاويه بينهم 180 برضه منطبقين بس على استقامه واحده بس الناحيه الثانيه يبقى برضه فرق. يبقى لو قال لك اثبت خطين متوازيين عليك انك تثبت ان الدوت برودكت بتاعهم بيساوي بلس او ماينس 1. اذا قال لك اورثوجونال ان الدوت برودكت او اللي بيتطبق في القانون بتاع الديزاين يطلع بزيرو. محتاجين امثله على الكلام ده؟ تالي حاجات سهله قوي يعني. انا بس عايز اقول ملحوظه. المثال ده كان طالب الانجل، مطلوب الانجل بين الاثنين، ريكواير الانجل. طالب الزاويه بين المتجهين. فطبعا لما نيجي نطبق في القانون هو دي اس هنا جاهزه، كوساين فاي او ثيتا زي ما نسميها، لما تيجي تحسب الدوت برودكت بتاعهم ماشي؟ هم اصلا بالظبط، برافو عليك. يعني هل كده نعمل احنا مغمى علينا او بالبلد شايفين؟ ده بيساوي نفس الاثنين. دي في شرارة. لما تحسب يا باشمهندس الكلام ده هيديلك يساوي سالب واحد. لما تحسب كوزاين الثيتا على الكائنات مش واخدين بالنا هيديك يساوي واحد. واحنا قلنا اللي يطلع بلس اور ماينس ده معناه ان هو يا شباب قرر. يبقى الخطين هنا قرر. كمان معناه ان زاويه ثيتا 180. الزاويه بين الخطين يا اخوانا شباب احنا قلنا الزاويه بين الخطين
خطين لو طلعت بيساوي صفر او 180 معناه ان هما ايه متوازيين تمام. بس زي ما قالوا بقى زمايلك احنا مش لازم ان احنا نستخدم الضرب القياسي. انت لو انت لاحظت ان في علاقه بين الكومبوننتس وبعضيها علاقه ثابته في علاقه ثابته بين الكومبوننتس وبعضها يعني لو واحد انضرب بثابت يديك الاخر يبقى هما اقارب يعني مش كده؟ بنقولها له ازاي دي بقى؟ يعني مش هنسيب مش هنسيب في الاخر كل يوم هصبح عليك او اسلم عليك اسكتوا بقى. فبص يا شباب 10 على سالب 5 بتساوي سالب 2 على 1 بتساوي سالب 8 على 4 بيساوي سالب 2 كل الكلام ده بيساوي سالب 2. فاحنا قلنا طالما في علاقه ثابته بين الفيكتورز الاولاني والفيكتور الثاني او بين الكومبوننتس يعني بتاع الكومبوننت يبقى بره للضرب. يعني خلاص الكلام لو انت كنت فايق في الامتحان فايق واخد بالك وبتبص الارقام وواعي كده لقيت ان في نسبه ثابته قول هذا الكلام. لو انت مغمى عليك طبق قانون الكوزاين وسيب بقى الكالكوليتر تطلع ان زاويه سالب واحد او موجب واحد يبقى هم متوازيين. ماشي يا شباب؟
دش 1 س المتجه اللي هو عمودي على المتجهين دول. هو ده المطلوب اللي هو عمودي على اي بي وعمودي على السي دي اللي هما الاثنين اللي انضربوا في بعض، ده اللي هو كان الاي بي وده اللي هو كان السي دي. يبقى لما تضرب اثنين فيكتور في بعض ضرب اتجاهي بيدي لك بتبقى جزء من المساله، يعني الحاجات دي كلها باشمهندسين بتبقى في الاخر جزء من المساله بتستخدمه في حاجه ثانيه، يعني انت هتاخد بقى الفيكتور ده تكمل عليه شغل. بس احنا بس مجرد نفكرك بايجاب ازاي. قلنا بقى ان شاء الله 5 دقايق من دلوقتي ونخلص. بصوا يا باشمهندسين، سيبوا لنا 5 دقايق عشان يخلص. بصوا يا شباب، عندنا خطين. الخط الاولاني له فيكتور اسمه اس 1 وعليه نقطه اسمها A، والخط الثاني عليه نقطه اسمها C وله متجه اسمه اس 2. بيقول لك شوف لي هل الخطين دول انترسكشن او انترسكتد متقاطعين ولا السكيورنس اللي هو التخالف بتاعهم. شوف الخطين دول متقاطعين ولا متخالفين. يبقى السكيورنس ده اللي هو التخالف. ده اللي هو التقاطع طبعا. بيقول لك شوف الخطين دول متخالفين ولا متقاطعين. ازاي يا باشمهندسين تعرف ان الخطين متقاطعين ولا متخالفين؟ اول حاجه ما يكونوش متوازيين. تمام؟ يبقى اول حاجه لازم نستثني التوازن. لان هما لو متوازيين مش ممكن يتقاطعوا. تمام؟ فلازم اول حاجه نستثني التوازي. والتوازي قلنا بنعرفه مجرد النظر، فاكرين المساله اللي هي دي؟ ان بتلاقي فيه علاقه ثابته بين الفيكتور الاولاني والفيكتور الثاني. تمام؟ يبقى الانترسكشن والسكيورنس لازم الاول لازم يكونوا نوت بارل. لازم الاول بعينينا او باستخدام الزاويه زي اذا كنت انت حسب ما انت شايف يعني، يا تستخدم الزاويه يا اما تستخدم بعينيك بالنظر تشوف هل في علاقه بينهم ولا لا عشان تشوف هل هم متوازيين ولا لا. طب كده مش متوازيين، لان الحالات بتاعت حالات اي خطين يتوازي يتقاطع يتخالف. يتوازي يتقاطع يتخالف. فالتوازي من حسن الحظ ان هو بيتجاب مجرد النظر. شوف الاولاني مثلا 2 والثاني 6 المفروض 3 يعني ومش عارف، والفيكتور الثاني 3 يبقى ده 9 مثلا، ده 4 ويبقى ده 12. في علاقه ثابته بينهم ان هم مضروبين في كام؟ في 3، يبقى دول متوازيين، فالتوازي دي جاب مجرد النظر، عشان كده قلت لك شوف الاول متوازيين ولا لا، نختار ان هو طلع مش متوازيين. يبقى انا باشمهندسين اللي هو يا اما تقاطع يا اما تخالف، ايه الفرق بين التقاطع والتخالف؟ ده كده ايه يا فندم؟ يبقى حاله ايه؟ بعدوا كده يبقى تخالف. يبقى فعلا زي ما انت قلتوا اذا جمعهم مستوى واحد يبقى هم ممكن ومش متوازيين طبعا، قلنا التوازي خلاص. طالما مش متوازيين وفي مستوى واحد اكيد هتقاطع. يعني عندك اي خطين كده بس مش متوازيين. هتقول ده بعيد عن بعض يا سيدي متر، مستطيل ممتد متر، يبقى اكيد هتقاطع. طالما مش متوازيين يبقى اكيد هتقاطع. لو كانوا في مستوى واحد. يبقى احنا
عشان نعرف التقاطع او التخالف وهم مش متوازيين لازم نعرف هل هم في مستوى واحد ولا مش مستوى واحد. ازاي نعرف دي يا شباب؟ ايه رايكم الحل اللي فاتت؟ خليكم معايا. لو انت ضربت اس واحد في اس اثنين هيديك ايه يا شباب؟ عمود عليها. يعني لو ضربت اس واحد كروس اس اثنين هيديك فيكتور عمودي على كل النوت اس واحد واس اثنين. هيديك متجه عمودي على اس واحد واس اثنين. اي متجه عمودي على خطين يبقى عمودي على مين؟ المستوى بتاعها. يعني لو وصلت الخط اي سي ده معناه ايه يا شباب؟ ان المتجه ده عمودي على مين برضه؟ ولما يكون متجه عمودي على الخط يبقى ايه اللي بينهم بصفر؟ لما يكون عندك خطين او متجهين متعامدين يبقى مين اللي الضرب اللي هو اللي بصفر؟ مقياس. يبقى احنا لو خدنا المتجه الجديد ده اس 1 واس 2 اعتبرناه متجه يعني اس 1 كروس اس 2 لو خدناه ضربناه مع بعض مع ده ضرب مقياس وطلع كده صفر يبقى معنى الكلام ده يا شباب ان دول كلهم في مستوى ايه؟ واحد ويبقوا متقاطعين. يبقى احنا بنعمل كام عمليه؟ اثنين. اول حاجه ضربنا ايه يا اخوانا؟ ضرب اتجاهي لاس 1 مع اس 2 واللي طلع ده خدناه ضرب مقياسي مع خط واصل بين الخطين اللي هو اسمه اي سي. يبقى الاول كروس برومر وبعدين دوت برود. لو النتيجه الاخيره بيساوي صفر يبقى هم كلهم كانوا في مستوى واحد يبقى في الحاله دي ايه؟ تقاطع. اما اذا طلع مش بيساوي صفر يبقى تخالف. فاكرين بقى الكروس برودكت والدوت برودكت دول بدل ما نعملهم على عمليتين ممكن نعملهم مره واحده؟ ايه الميكس برودكت فاكرينه؟ ازاي بيتحسب؟ في مين محطوطين في مين؟ في ديتيرمين في محدد بالظبط. يبقى انت لو خدت لو حسبت محدد حطيت في الصف الاولاني اس 1 وفي الصف الثاني اس 2 وفي الصف الثالث الخط اللي هو اسمه اي سي يبقى انت كده عملت الميكس برودكت. الميكس برودكت اللي انت بتضرب مع دول مع بعض ضرب اتجاهي واللي يطلع تضربه ده ضرب قياسي. الضرب المختلط ده اللي هو الميكس برودكت ممكن يتحسب بخطوه واحده ومحدد واحد. يبقى اذا المحدد ده لو طلع بيساوي صفر يبقى انترسيكتد متقاطعين. اما اذا طلع ليس صفر يبقى سكيو متخالفين. يبقى اي خطين يا باشمهندسين عايز تعرف ان هم متقاطعين ولا متخالفين تعمل ايه؟ تاخد اس ده اللي هو الفيكتور بتاع الخط الاولاني واس 2 ده الفيكتور بتاع الخط الثاني وبعدين تاخد خط واصل بينهم يعني خط اسمه اي سي من النقطه الاول للنقطه الثانيه. تحسب المحدد بحسب الكلام لو طلع بيساوي صفر يبقى الخطين دول متخالفين متقاطعين فوري اما اذا طلع لا يساوي صفر يبقى متخالفين. تاخد امثله المره الجايه ان شاء الله.